احنا بنشوف النهارده حتى مش على مستوى لعبه الحقيقه كره القدم اللي هي يعني اللعبه الشعبيه اللي بيهتم بيها الشعب هنا او العالم كله، ولكن حتى على مستوى الطايره. النهارده بنتكلم مع واحد من المحترفين النهارده اسمه اسامه الجيزي، شرفنا النهارده نتكلم طبعا جزيري. النهارده بنتكلم كمان عن بنتكلم النهارده عن يعني الحقيقه في كافه اللعبات بيتم التدعيم على مستوى الانشاءات، زي ما احنا بنشوف النهارده اللي حصل في فرع الشيخ زايد، جراج مدينه نصر، التجمع الخامس. أكيد. فانت النهارده الحقيقه بتحقق انجازات على كل المستويات، مش بس على مستوى لعبه كره القدم. وبمناسبه بقى الحقيقه ان احنا بنتكلم عن النادي الاهلي، وبنتكلم عن انه فعلا النادي الاهلي دايما غير او دايما هو الحقيقه النموذج اللي دايما الكل بيبص له، بيحاول النهارده مش يقلده ولكن يعني يعمل زيه او يكون جنبه. النهارده كابتن محمود الخطيب قرر انه يعتمد قلاده النادي الاهلي. قلادة ديت معمولة من الذهب الخالص، قلادة النادي الأهلي الذهبية ديت بتعني إيه؟ دي الحقيقة يعني أعلى درجات التكريم النهاردة ممثلة في هذه القلادة، وبتقدم أو بتكرم كل من أعطى وأخلص وقدم أي خدمات جليلة للنادي الأهلي. زي ما أنتوا حضراتكم شايفين كده القلادة دي، أنا النهاردة كنت مشيراها النهاردة الحقيقة على صفحاتي، بس القلادة ديت ذهبية، ذهب خالص. النهاردة المجلس، مجلس إدارة النادي الأهلي كان بيحط المعايير، علشان إيه هي المعايير الواضحة علشان تختار الشخصيات اللي بتنطبق عليها يعني حصولها على هذه القلادة. طبعا ده إحنا هنعرفه في الأيام اللي جاية. النهاردة المجلس اللي بيتولى المسؤولية يعني زي ما بنقول كده قلادة وفاء، خلينا نقول قلادة امتنان بتقدم لكل واحد عمل على رفعة هذا النادي، قدم خدمات لهذا النادي ويستحقوا الحياة. عندنا رموز كتيرة جدا جدا يعني يستحقوا هذه القلادة. زي ما انت قلت يا سهام، هو النادي الأهلي دايما في حتة تانية. النادي الأهلي دايما هو اللي بيرسم الطريق للأندية ازاي تمشي عليه، كله يمشي من خلال نتكلم على المنافسات والرياضة. ده جزء، احنا عندنا بطولات يعني تكفي ال100 سنة جاية، لكن كمان على مستوى الوفاء النادي الأهلي بيدي درس كل يوم على مستوى الوفاء. قلادة ذهبية للنادي الأهلي أعتقد شيء أكتر من رائع لكل من ساهم في إنجاز في النادي الأهلي. قلادة الوفاء زي ما أنت قلتي ده مهم جدا، من خلال طبعا معايير معينة هيحطها مجلس الإدارة إن شاء الله بإذن الله، دي بتضاف كمان لإنجازات المجلس الحالي اللي بيقدم كل يوم جديد. نهضة قلادة النادي الأهلي الذهبية تم تصميمها بمواصفات خاصة جدا بتليق باسم النادي الأهلي ومكانة النادي الأهلي، وكمان بقيمة المقربين من أبناء النادي الأهلي المخلصين. وهم كثيرون الحقيقة، هم كتير جدا، وإن شاء الله تكون كمان دافع. خلي بالكم الحاجات دي بتكون دافع كمان للولاد الصغيرين، لكل من يعمل داخل النادي الأهلي، أنه كمان دافع أنه كمان في يوم من الأيام يحرز هذه القلادة الذهبية اللي بتكون كمان بتكون فخر لكل واحد أكيد بيستلم هذه القلادة. النهاردة كمان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قام بتكريم المستشار محمود فهمي، عضو طبعا مجلس الإدارة الأسبق والمستشار القانوني للنادي، تقديرا لعطائه اللامحدود وإخلاصه طبعا الكبير والعمل متطوعا من أجل خدمة النادي الأهلي لفترة تزيد عن يمكن نصف القرن. النهاردة مجلس إدارة النادي الأهلي بيمنح قلادة النادي الأهلي الذهبية للمستشار محمود فهمي، أعلى درجات التكريم زي ما بنقولنا، هي وده عرفانا بما قدمه طبعا ومساهمة يمكن لرفعة النادي والدفاع عن قضاياه متطوعا في كل المحافل. يمكن النهاردة حضر الحفل ده مجلس إدارة النادي الأهلي وكمان لفيف من قيادات النادي وعائلة طبعا المستشار محمود فهمي اللي تم طبعا توجيه الدعوة ليهم. زي ما بقول لحضراتكم فخر لكل من يتولى هذه القلادة الذهبية للنادي الأهلي. زي ما بقول لحضراتكم على مستوى كرة القدم مطمنين، على مستوى الإدارة مطمنين، على مستوى الإنشاءات مطمنين، على مستوى استاد النادي الأهلي الجاي مطمنين. يعني النادي الأهلي الحمد لله الفترات الأخيرة يمكن زي ما بنقول بيعطي مثل لكل الأندية تحتذي بمشوار النادي الأهلي في جميع المجالات، المجال الرياضي، المجال الإداري، وكمان المجال الإنشائي أكيد. صحيح. أكيد.